مخزون دم يقدر بحوالي 4000 كيس على الصعيد الوطني يتوفر عليه مركز تحقن الدم، وهي كمية غير كافية خلال فترة العطلة الصيفية، حيث تزايد الطلب على عينات الدم بسبب حوادث السير الناتجة عن قوة تنقلات المسافرين أحياناً. ما كرهناش زعما كي نكون يجوا في الاول ديال الاوت ويجوا يتبرعوا بالدم ديالهم، زعما من الاحسن، لان الناس راه كلشي باغي الدم، كلشي لي كلينيك لي ديسبونسير، يعني فيما مشيتي كيقول لك راه خصنا الدم خصنا الدم. ملي حنا دابا جينا لهنايا راه غادي نتبرعوا بالدم ديالنا. عائله واحده ما جينا كنا باش نتبرعوا بالدم، على اساس يعني كاين حوادث السير خصوصا في فصل الصيف، يعني كيكون حوادث السير كثيره، كيكونوا امراض، يعني الاغلبيه كيكون محتاج الدم خصوصا في هذا الوقت هذا. علاش هكا؟ رأينا الأغلبية ديالنا جاية باش يتبرعوا بالدم. المركز الوصي يدق ناقوس الخطر كونه يوفر مخزونا يكفي فقط مدة 4 أيام مقابل 7 أيام أو أكثر حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع الخطر عن الحالات المستعجلة. هاد الفترة جميع المراكز كينقص فيها مخزون الدم، وهذا راجع بالخصوص المتبرعين المنتظمين اللي كيسافروا، وكذلك العطلة السنوية ديال موظفي الإدارة العمومية، لأنهم حتى هما كيساهموا في هذه العملية ديال التبرع بالدم. هو نداء إنساني تتوجه به كل مراكز تحقن الدم بالمغرب إلى المواطنين الراغبين في التبرع، حيث إن الحاجة للدم تبقى مستمرة طوال السنة، فالتبرع بنقطة دم ما هو إلا إنقاذ حياة فرد فقد الأمل.